السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة كارمن جوليا قارئة التارو والكوتشينة. إذا كنت الأول مرة تشاهد الفيديو بتاعنا، نطلب منك فضلا وليس أمرا أن تشترك في القناة وتفعل الجرس ليصلك كل جديد منزل، سواء فيديوهات توقعات الأبراج أو شتى المواضيع أو إشارات اللايفات اللي بنعملها للإجابة مجانا على سؤال واحد يخصكم، فمرحبا بكم معنا. النهاردة وضحت الطلب الكبير على فيديوهات الكارما، هنعمل فيديو للكارما، يعني الناس اللي ظلموكم عامة حيظهر لنا في الكتب، يعني إذا كان زوج أو جار أو صديق أو زميل في الشغل أو أحد من الأقارب. هيكون الاختيار مش حسب أول حرف من اسمكم، حنسيبها كطاقة روحانية ونورانية باختيار الأحجار الكريمة دي الثلاثة. وأنا أخذت الطاقة بتاعتكم من التعليقات اللي سبتوها على الفيديوهات اللي نزلناها على القناة، ويعني حضرت الأحجار دول بالطاقة بتاعتكم، لأن كل إنسان لما يكتب حاجة هيكتبها بكل أحاسيسه، بكل يعني المشاعر بتاعه، سواء حب أو حزن أو يعني زي ما نقول إحنا اكتئاب أو حاجة زي كده. فأنا أخذت الطاقة بتاعتكم من التعليق بتاعكم وحطيتها يعني في الأحجار الكريمة دي التلاتة، فاختاروا أحد الأحجار دول. اختيار أول حيكون بالحجر الأزرق الأصفر تاع الكريم تحت العقيق، نحطه هنا. الاختيار الثاني حيكون الحجر الأخضر بتاع العقيق ده، والثالث حيكون الحجر الأزرق تحت العقيق ده. هنبدأ على بركة الله بأصحاب الاختيار الأول اللي اختاروا الحجر العقيق الأصفر ده. هنشوف الطاقة العامة بتاعتكم. غالبا هنا في طاقة ناس متجوزين، يعني في حيرة كبيرة لحياة كانت كويسة من قبل وانقلبت بطاقة يعني غريبة. ربما انتم حاسين ان في سحر او حاجة زي كده، احنا مش عارفين دلوقتي، هنشوف في الكتب دي. وغالبا انتم كنتم متجوزين واتطلقتم عن يعني في المحكمة، يا اما يعني عمل لكم طاقة سحر نارية وانقلبت الأمور عندكم. غالبا يعني في أمور عاطفية هنا وأمور مادية، يا إما سلب لحق إرث، يا إما والبعض الآخر يعني بخصوص طلاق بعد زواج ما كانت حياة يعني مستقرة، ويعني تحولت إلى يعني متاهة انتم فيها دلوقتي، مش عارفين إزاي تخرجوا من الحالة اللي انتم فيها والأزمة اللي انتم فيها والوحدة اللي انتم فيها دلوقتي. غالبا فيه تدخل طرف ثالث للعلاقة اللي كنتم فيها، سواء كنتم منفصلين مطلقين أو أنتم متجوزين. الحيرة دي والدوامة اللي أنتم فيها بسبب تدخل طرف ثالث هنا، زي ما نشوف الإنسانة دي هنا وأنتم هنا والزوج بتاعكم هنا، يعني مش عارفين إزاي تتلاقوا في طريق واحد، اتلخبطت عندكم الأمور دي كطاقة عامة. هنستعين بكتاب تفسير الأحلام وتعطيره وتعبيره وإشارته، وحناخد يعني إيه اللي هيحصل للظالم من كتاب الطب النبوي. نبدأ على بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الصمد لم يكن يولد ولم يكن له كفوا أحد. يلا الاستخارة الأولى. حضع النظارات. عفوا. في أولا هنا كلمة امرأة بدأ بها الكتاب، امرأة، يعني أغلبكم ستات هنا، وإن كان الباب من حديد فهو أجود وأهنأ. يعني هنا في كمان غلق باب زي ما شوفوا هنا، امرأة غلق باب، يعني في بعض منكم، يعني معظمكم تقريبا ستات، غلقت أبواب كثيرة في وشها، سواء الزواج، تعطيل عن الزواج أو طلاق أو حاجة زي كده. فيعني الأمر عندكم مش عارفين حياة، يعني مش عارفين نفسكم ليه حصل لكم كده، حاسين بوحدة شديدة. الحاجة اللي ألمتكم كتير هي الوحدة اللي انتم فيها دلوقتي، حاسين نفسكم مقطوعين من شجرة.
كمان في هنا كمان يعني زي ما تشوفوا هنا كلمة منام، المنام يعني البعض منكم عنده يعني لما بينام بالليل عنده نوم مزعج، يعني ما بتناموش كويس، تقريبا بتسهروا كتير، لما بتناموا تحملوا يعني أحلام وكوابيس مش كويسة. وهنا كاتبين يعني في كلمة يفارق امرأته، إن كان متزوجا فإنه يفارق امرأته. هنا عملوا ليكم سحر التفريق هنا ما بينك وبين زوجك، أو ما بينك وما بين أي حد يتقدم ليكي، في سحر التفريق هنا عمل لكم. عانيتوا كتير في العلاقة دي، يعني الغلق، كل حاجة مغلوقة قدامكم، فيه مكر، كلمة مكر كذلك هنا، مش عارفة إذا واضحة في الصورة ولا لأ. مكر هنا اللي قلت لكم متزوجا فإنه يفارق امرأته، في سحر تفريق هنا عمل لكم للناس اللي هي بتتفرج في الفيديو ده. زي ما قلت لكم في البعض كمان عندكم سحر ربط، زي ما هو معمول هنا مكتوب هنا يمتنع من أمر يعجز عنه، هنا يمتنع من أمر يعجز عنه، في أمور كتيرة يعني بتحطوا إيدكم فيها ولا حاجة بتصلح ولا حاجة بتسلق لوجود سحر الربط هنا. بتعانوا من أرق وقلق وغم، زي ما نشوف كلمة الغم هنا. بس الكتاب هنا كمان بيبشركم ان في فرحة بعد حزن عانيتم منه لوجود الكلمة الثلاث كلمات دول، فرح بعد حزن، هتفرحوا بعد الحزن دي، يعني الكارما هترجع على الناس اللي ظلموكم. زي ما قلت لكم ضيق وغم، اهي ضيق وغم. البعض من اللي بيتفرجوا على الفيديو ده تسبب في الألم بتاعكم أو ظلمتم من طرف الأهل أهو، والهم بسبب أهله، يعني في مرض أصبتم بمرض كمان، فيه كلمة الداء هنا زي ما شايفين، البعض منكم مصاب بمرض، المرض ده يعني في في كمان المرض ده اللي مصبتم به هو مرض يا إما في المرض المفاصل يا إما في حركة الدم أو في الجلد كده، حاجة بتحسوا بيها بتتحرك في جلدكم، يعني في مثلا بعض الأحيان البعض منكم يعاني من حساسية في الإيد، بتبدأ هنا وبتمشي كده في الجسم كده. في كمان هنا عندكم مصابين بالتبعة كمان لوجود كلمة القعود عن الحركات، زي ما شايفينها هنا القعود عن الحركات، البعض منكم مصابين، والله انتم في غم وهم كبير جدا، سحر تفريق وتبعة يعني من أقرب الناس ليكم اليوم الأهل. البعض منكم كمان سبب الظلم بتاعه رجل مش كويس، إنسان حقود، رجل حقود، إنسان بيحقد عليكم، عنده مصابين بالعين والحسد كمان. في كمان بعض منكم اتهمتم بحاجات ما قدرتوش، يعني اتهمتم ربما في شرفكم، اتهمتم ربما في اختلاس أو في سرقة أو في حاجة زي كده،
انتم قاعدين كده في مكانكم بدون ما انكم قادرين انكم تتحركوا او تبرئوا نفسكم من الكلام المش كويس اللي اتقال عليكم والاتهامات دول لوجود الجملة دي: ونحن سكوت والهوى يتكلم، ونحن سكوت والهوى يتكلم. في كمان هنا كلمة سافر، في سفر للبعض منكم عنده تعطيل في السفر، مش قادر يعني يتنقل لمكان آخر، ربما للعمل أو حاجة زي كده. فالأسباب اللي ذكرتها سابقا هي اللي معطلة حياتكم كلها. شوفوا سبحان الله الجملة الأولى من الصفحة الثانية، سحر تفريق كمان. شوفوا هنا سحر تفريق وحسد واتهامات ظلمتم بها. فإن يقع هناك كذب يفرق بين الأحبة بكيد حاسد، شايفين؟ فإنه يقع هناك كذب يفرق بين الأحبة بكيد حاسد، سحر تفريق من عند إنسان بيحسدكم ويكرهكم. زي ما قلت لكم الكذب، يعني في ناس يعني اتهمت فيكم في شرفكم وفي حاجات كتيرة اتهمتم بيها وظلمتم بيها، يعني ظلم مش كويس. البعض كمان يعني ظلمتم في الشغل بتاعكم وأحلت، يعني خرجوكم من الشغل بتاعكم، أو أنتم مظلومين في الشغل بتاعكم، والبعض منكم يا إما توقف يا إما طرد من الشغل، يا إما هو دلوقتي بيعاني عن عدم وجود الشغل ده لوجود كلمة بطالة هنا، بطالة ومسكنة. أنتم بتعانون من الفقر المادي والمعنوي والبدني. زي ما قلت لكم في ناس اتهموكم في شرفكم، ربما يعني البعض منكم اتهم في شرفه، البعض الآخر من الستات أو حتى تقدر تقع لبعض الرجالة في التحرش، ويعني ربما سلبت منك عذريتك، أو يعني أنت حامل من رجل في علاقة غير شرعية. فيعني هنا ده ظلم كبير لوجود الكلمة دي على الفضائح وأمور قبيحة، فضيحة يعني، يعني فضيحتك أصبحت بالجلاجل زي ما يقول المصريين، خايفة من الفضيحة. البعض منكم يعني اتأذى من إنسان قريب ليه، وخاصة إذا كنتم في بلد آخر من غير البلد بتاعكم، لوجود هنا ولاية على العرب والعجم، العرب والعجم، يعني في فرق ما بينكم، يا إما فرق في مكان الإقامة، يا إما فرق في الديانة أو حاجة زي كده. فيه برج الجدي هنا، لوجود كلمة الجدي هنا أهي، واحد فيكم يعني برجه برج الجدي. البعض منكم كمان أصيب يعني انظلم من عند امرأة، من طرف امرأة،
كانت السنة دي في صفة صديقة أو حاجة زي كده، أو جارة أو قريبة من يعني قريبة يعني تنتمي إلى الأهل، هي اللي هنا كاتبين العناق امرأة عربية، يعني واحدة كانت بتصدق في صداقة معاكم، أو زي ما قلت لكم واحدة من العيلة أو الأخت أو واحدة من الأقارب هي اللي أذيتك وعملت لك الحاجات دول. يعني زي ما قلت لكم البعض منكم شتت شتاتا دمارا كامل، زي ما نشوف الكلمات هنا شتتوا من الأزواج والأملاك والأولاد، يعني ما فيش حاجة قعدت ما بين إيدكم، كل حاجة في حياتكم اتشتتت. تعانون من الفقر كتير، حاولوا تخرجوا صدقة هنا لوجود كلمات المعروف هنا. في حاجة هتنكشف عليكم ليكم لما هتخرجوا الصدقة دي، في حاجة هتتكشف هتنعرف قدام الملأ. نجرب مرة أخرى. بسم الله الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم. مين صدق الله؟ في البعض منكم يعاني من مرض في الكبد، البعض منكم كمان عمل له سحر تشويه الجمال، يعني تشويه الوش. استغفر الله، من طرف إنسان يحصل لكم نوع من النفخ، يعني الناس بيشوفوكم انكم سمنتم يعني تخنتم، بس ده هو نفخ. فهنا يعني بنشوف جلده ثخن، وكمان الانسان ده اللي عمل لكم السحر ده اللي يأثر عليكم بالطريقه دي، هو انسان عنده 3 وشوش، يعني 2 3، يعني انسان خداع لوجود الكلمه هنا. يفين استنوا اشوفها هنا، أي 3 أوجه، يعني ربما أنتم في علاقة ثلاثية، فيه طرف من الأطراف عمل لكم سحر وأصبحتم يعني تعانون من الأمراض دي اللي قلت لكم عليها. البعض منها يعني البعض منها أمراض جسمية مثل مرض في الكبد، والأخرى للسحر، يعني عن طريق السحر حصلت لكم لثخانة الجلد. تحصل لكم كمان الاستفراغ المفروغ هنا، يعني استفراغ في حاجات، يعني مش معنى الكلمة بس هي بتشير، يعني في الكارما حنقول لها يعني كعلامة لعلامات السحر الاستفراغ، بيحصل لكم استفراغ بدون ما تاكلوا. يعني في كمان هنا الجلد من الحيوان، البعض من الأسحار عملت لكم في جلود الحيوانات. مصابون كمان من يعني من شدادة في الجلد، يعني يبس يابس جلدكم يصبح يعني يابس كأثار للسحر اللي عمل لكم.
البعض منكم عندكم ملوك وجواد، لوجود كلمة هنا عبارة عن والده ووالدته، سلطانة وماله وداره. عندكم ملوك وجواد، ملوك وجواد ورثته من الأب ومن الأم. من بعض علامات الكارما هنا للإنسان اللي ظلمكم العذاب، العذاب، كلمة العذاب وسواد البشرة. فيه كمان برج الحمل هنا، أهو كلمة حمل. البعض منكم سلب الميراث بتاعه، حقه في الميراث، في الإرث، لوجود كلمة ميراث هنا. شوفوا هنا، أو يسرق له شيئا ملبوس، في حاجة سرقت لكم من الملابس بتاعكم، عمل فيها السحر بتاعكم. واللي عملت السحر دي امرأة، امرأة سمراء البشرة، حنطية مائلة إلى سمراء. البعض منكم ستات هنا، زي ما نقرأ الجملة دي، أموال من قبل النساء، يعني بعض الستات هنا يعني ضحك عليكم في أموالكم، سواء من زوج أو حبيب، أخذ فلوسكم كده يعني عن طريق السجاجة بتاعتكم أو النية الحسنة بتاعتكم، فاستغلكم وأخذ الأموال بتاعكم وظلمتم في الحاجات دي، سرق لكم ربما البيت بتاعكم، زي ما نشوف هنا الدار والبيت، يعني أموال من قبل النساء. في رجالة ومواريث إرث، يعني في ستات هنا أو رجالة كمان سرقت أموالهم وحقهم في الميراث، سواء بيت أو يعني أموال. في هنا كمان كارما اللي حترجع على الظالم اللي ظلمكم، سبحان الله، في نفس الكتاب. شو هنا؟ العذاب، يعني زي ما قلت لكم في ان بعض منكم مش يعني لستم مقيمين في نفس البلد، والبعض الاخر انتم مقيمين في نفس البلد بس مش البلد الاصليه بتاعتكم، لوجود هنا كلمه نزل، نزل به، استنوا هنا أهي، وبالبلد الذي نزل به، وبالبلد الذي نزل به، يعني أصبكم يعني أصبتم بخداع في البلد دي، وأنتم أخذ منكم كل شيء، وأنتم دلوقتي زي ما أنتم في الشارع. ويبشركم الكتاب هنا بذهاب الهموم، هنا ذهاب الهموم والغموم وإرغام الأعداء والحساد، وفي المنام ذهاب الهموم والغموم والإرغاء، وحتى يعني وإرغاء الأعداء والحساد، حتنزاح عنكم الحالة اللي انتم فيها دلوقتي إن شاء الله. البعض منكم حينتقم، الروحانيات اللي عندكم هي اللي حتنتقم من الإنسان اللي ظلمكم.
زي ما نقول هنا، زي ما نشوف الجملة دي، وقد يكون ذلك جلدا من السلطان أو غيره. يعني أنتم عندكم ملوك وجواد، الملوك والجواد بتاعكم هم اللي هينتقموا من الإنسان اللي ظلمكم. يعني ملوك وجواد زي ما قلت لكم كلمة الملك، الملوك والجواد هم اللي بتاعكم هم اللي هينتقموا من الإنسان اللي ظلمكم. يعني شوفوا هنا كمان مال الموروث، هنا مال الموروث، مال موروث زي ما قلت لكم، الناس اللي سلب منهم حقهم في الميراث ربنا حيرجعه لكم إن شاء الله. شوفوا هنا ربنا حيرجع لكم مالكم إن شاء الله، والتيسير العسير، يعني حييسر لكم أمركم اللي هو عسير عليكم المشكلة اللي انتم فيها دلوقتي، والناس اللي هي بتستنى حمل واللي عمل لها سحر أو حاجة لتعطيل الحمل، فأنت إن شاء الله هترزقين بالطفل، الطفل الطفل القريب، يعني عن قريب إن شاء الله، قريب العهد، يعني عن قريب إن شاء الله حيكون عندك حمل. اهو زي ما قلت لكم حصول مراده للحمل، هتحملي ان شاء الله عن قريب حصول المراد. شوفوا هنا ككلمة أخيرة، نيل المطلوب وإصابة البغية، يعني ربنا حيحقق لكم الكارما بتاعتكم اللي انتم تستنوها على الظالم اللي ظلمكم، وحيرجعها عليهم زي ما شفنا هنا للبعض منكم، فيه يعني انتقام من الملوك والجواد للناس اللي ظلموكم. هنشوف في كتاب الطب النووي إذا كان فيه معلومات أخرى عن يعني إزاي هتحصل الكارما دي على الناس دول اللي ظلموكم. أول جملة، وأقلعت عني سريعا، يعني الهم ده والغم ده اللي عندكم حينزع منكم عن قريب إن شاء الله، وحينتقم، يعني الانتقام ده حيجي عن سريعا، يعني مش حيطول. شوفوا هنا بالحمى تدخل في كل أعضاء المفاصل أولا، لما أفادها النوم والسكون، يعني ما عندهمش راحة بال أبدا، لا ينعموا بنوم ولا باستقرار ولا بأي حاجة، كل حاجة هتتدهور في حياتهم.
الأعراض الرديئة والمواد الفاسدة، يعني هيكون عندهم نوع من التسمم، يا إما في الدم يا إما في أحد أعضاء الجسم بتاعهم. شوفوا هنا الأمراض، وهيصاب بالأمراض الحادة، يعني مثل الورم في يعني سرطان، ورم، حاجة زي كده. شوفوا هنا، هنا كاتبين صدق الله، يعني صدق الله بوعده. زي ما قلت لكم سرطان في الدم أو في الأوعية، هنا الأوساخ التي في العروق والأمعاء وغيرها، هيكون يعني عنده مرض مزمن خطير جدا في الجسم بتاعه، هيطول المرض ده في الجسم بتاعه. البعض هيكون عنده سرطان في البلغم، بلغم اهو. والبعض منهم العياذ بالله هيموت مقتول. الكلمة وجود كلمة القتال هنا، تقريبا الكارما هنا زي ما نشوف يعني 3 أشهر 6 أشهر كحد أقصى هتتحقق الكارما. إن شاء الله ربنا يحقق لكم الكارما بتاعتكم. انتهينا مع أصحاب الاختيار الأول، هنمر مع أصحاب الاختيار الثاني اللي اختاروا الحجر الأخضر ده. هنشوف أولاً الطاقة العامة بتاعتكم. يلا الطاقة العامة بتاعتكم دلوقتي. سبحان الله، أسحار، سحر التفريق، سبحان الله. أغلبكم ناس بتشتكي من سحر التفريق، بعد ما كانت المعيشة بتاعتهم معيشة كويسة حصل تفريق ما بين رجل وامرأة عن طريق السحر، اللي أدى فيه عوائق، ويعني عدم وصول الإنسان ده زي ما نشوف الغزال ده، وصول أحد الطرفين للتاني، فيه جدار ما بينكم، فيه حائز يعني حائز ما بينكم. شوفوا كده، كانت حاجات كويسة، تدخل إنسان بالسحر لتفرقة يعني 2 مع بعض، يعني وأصبح الفرق ده صعب جدا، يعني شقه. دي كطاقة عامة خرجت عن طريق الحجر الأخضر. نبدأ إن شاء الله مع الاختيار الثاني بعد بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. صدق الله العظيم. أولا بشارة كويسة، الحج مكتوب لكم، الحج هنا مكتوب لكم الحج، إن شاء الله هتحجوا إن شاء الله، عندكم حجة إن شاء الله، وربنا يوفقكم، ادعونا ربنا معاكم. البعض منكم هو مريض، اتوفى عنده أحد من الأقارب،
البعض منكم عندكم ملوك وجواد. حاولوا تواظبوا في الصلاة بتاعكم. هنا شوف كلمة تاركا للصلاة، هنا تاركا للصلاة. حاولوا توضبوا أوقات الصلاة بتاعكم، ربما أنتم يعني ما تصلوش الصلوات في وقتها، يعني اللي هي شك على أن إنسان يعني ظلمها، أو شك أن زوجها تجوز عليها أو حاجة زي كده، فهنا بتتأكد يكون تزوج امرأة. يا إما أنتم في علاقة ثلاثية، يا إما زوجك يعني متجوز عليك وأنت مش عارفة، يكون تزوج امرأة. في اسم هجيرة، هجر، هجيرة، هاجر، حاجة زي كده. البعض منكم مهاجر مش في بلده، لوجود كلمة الهجرة هنا، أو عندكم رغبة للسفر. هنا زي ما نشوف هنا الهجرة أو زيارة عالم، عالم عفوا. شوفوا هنا كمان البعض زي ما قلت لكم متجوز، يعني طلقك وتجوز مع واحدة تانية، أو هو كنتم في علاقة ثلاثية، أنتم متجوزين، فهنا كان متزوجا طلق امرأته، يعني أنتم اتطلقتوا وأنت تستني كارما الزوج ده اللي طلقك واللي ظلمك. ربما ما اتطلقتوش وأنتم دلوقتي منفصلين بس مش مطلقين. الإنسان اللي ظلمكم بالإعانة من امرأة، زي ما نشوف هنا بلغ ذلك بإعانة امرأة. شايفين بلغ ذلك، مش عارفة إذا كانت واضحة، بلغ ذلك بإعانة امرأة. يعني الإنسان اللي ظلمكم واللي عمل لكم الحاجات دي كانت بمساعدة امرأة. في كفارة هنا لازم تعملوها. البعض منكم ربما سافر في أيام رمضان وما يعني لم يرجع الكفارة بتاعته، أو في حاجة زي كده، فهنا كاتبين يجب عليه الكفارة. فحاولوا يعني تسألوا مشايخكم في الأمر ده. البعض منكم عنده مس، زي ما نشوف هنا كلمة ضرب. البعض منكم مصيب بمس، وكمان البعض منكم من الستات يعني كانت معاملة الرجل بتاعها والزوج بتاعها يعني معاملة قاسية شوية، فيها ضرب وكلام مبرح وحاجات مش كويسة. البعض منكم اللي قلت لكم عليهم عمل لكم حاجة بمساعدة امرأة، هو رجل زي ما نشوف هنا، رجل عمل لكم وذلك بمساعدة امرأة. البعض عنده مرض في الدم أو عنده ضغط الدم، وكمان عنده آلام في العنق، وإن شاء الله ستتشافون من الحاجات دول. من كان مريضا شفي إن شاء الله.
البعض منكم عليه دين، والبعض منكم انتم حطيتوا امانة عند حد او ساعدتوا انسان ده بالفلوس وكل حاجة وبعدين غدر بيكم. البعض منكم ظلمتم في العمل، زي ما نشوف الجملة دي، يجيء عليه ويأخذ العمل، يعني انتوا بتشتغلوا وبتتعبوا كل حاجة، فيجي الآخر ويدعي انه هو اللي عمل الحاجة دي، هو أحسن منك أو أحسن منكي، فعمل لك مشوشات ومشاكل في الشغل. البعض منكم بيزور طبيب، أو أنتم واحد فيكم أو واحدة فيكم طبيبة أو طبيب، لكلمة هنا وجود الطبيب الحاكم أو الطبيب. وأنتم هنا مظلومين، مظلوماً. البعض منكم كمان مفيش الزوج بتاعك او يعني طليقك ما بينفقش عليكي، سواء ان انتم متجوزين ولا مش يعني مطلقين. النفقة، زي ما شوف هنا الهموم، كمان الخسارة، الامراض، اصبتم بكل ده. بسبب الناس اللي تسلطت عليكم. لازم تعملوا الحجامة، هنا في كلمة الحجامة، حاولوا تعملوا الحجامة هنا عشان تتحسن صحتكم شوية، خاصة إذا كنتم بتزوروا طبيب زي ما قرأنا في الأول. بعض الستات أخذ منكم بكل احتراماتي، يعني لما تيجي العادة الشهرية الستات بيعملوا حاجات في البتاع ده عشان الدم ما يتلطخش التياب، فالحاجة دي اللي بتتحجر فيها الدم الحيض ده سرقوها منكم وعملوا لكم السحر ده ودفنوه، زي ما نشوف هنا دم فإنه دفن، دم فإنه دفن، يعني أخذت حاجة منكم فيها الدم بتاعكم ودفنت، عمل فيها السحر ودفنت، وذلك منذ سنة، يعني أكثر من سنة. البعض منكم كمان حصل له كسر، والناس الستات اللي أخذ منهم من دم الحيض هم وعمل فيه سحر ودفن، الزوج بتاعك طلقك، يطلق امرأته، زي ما نشوف هنا يطلق امرأته. البعض منكم حتى بعض منكم سجن ظلما، سواء ست أو راجل، سجنتم ظلما سواء تعبير مجازي أو حقيقة. فهنا يعني ربنا يعني هيقول لكم يبشركم على إنكم هتنجوا من الحبس ده اللي انتم فيه. فهنا كآخر جملة، فنجا من الحبس. نشوف دلوقتي الطب النبوي هيقول لنا ايه ككارما هترجع على الانسان اللي ظلمكم. بسم الله الرحمن الرحيم، قل الله احد، الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. هنا محظرة لديه ومسارعة اليه، يعني دعواتكم مستجابة وحتكون سريعة التطبيق إن شاء الله.
أول كلمة الصبر نصف الإيمان، يعني صبركم ربنا عارف قيمته، ويعني إن في ذلك لآيات لكل صابر شكور، زي ما قال الله سبحانه وتعالى بعد بسم الله الرحمن الرحيم، إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور، يعني ربنا بيقدر الصبر بتاعكم والإيمان بتاعكم، ويعني عنده قيمة كبيرة عند ربنا، حاسس بيكم، ما تقولوش ان ربنا مش سامعكم او اي حاجة، كل حاجة عملها ربنا في الدنيا دي عندها حكمة، حتى في تأخير رجوع الظلم على الظالم في حكمة يعرفها الا ربنا سبحانه وتعالى. عشان كده قال في الآية دي بعد بسم الله الرحمن الرحيم، ان في ذلك لآيات لكل صبار شكور، اشكروا ربنا واحمدوه. شوفوا هنا هقرأ لكم شوية طويلة حالة بس هتفهموا. والصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، وهو ثلاثة أنواع: صبر على فرائض الله فلا يضيعها، وصبر عن محارمه فلا يرتكبها، وصبر على أقضيته وأقداره فلا يتسخطها. ومن استكمل هذه المراتب الثلاثة استكمل الصبر، ولذته ولذة الدنيا والآخرة ونعيمها والفوز والظفر فيهما لا يصل إليه أحد إلا على جسر الصبر، كما لا يصل أحد إلى الجنة إلا على صراط، على الصراط، يعني صراط الصبر هنا إن شاء الله. صبركم يعني ربنا مش هين عليه، أنتم حالكم مش هين على ربنا سبحانه وتعالى. ولقوله تعالى كمان: يا أيها الذين آمنوا أصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون، سورة آل عمران الآية رقم 200. حيتوفى للإنسان اللي ظلمك أعز الإنسان ليه، وغالبا يكون الأب، توفي أبو سلمة. في وفاة إما للوالد إما للإنسان ده. البعض منهم من الناس اللي ظلموكم حيصابوا بورم في الدماغ وأعصاب البصر. شوفوا هنا الدماغ وأعصاب البصر، الدماغ وأعصاب البصر. شوفوا يعني سبحانه وتعالى، استغفر الله، يعني ربنا يبعد عليكم الحالة دي. حيحصل يعني هنا إذابة الفضلات، يعني الإنسان ده جسمه من كترة الأورام اللي هتحصل في الجسم بتاعه هيصبح جلده ولحمه يتلاشى زي الفضلات، وريحته كريهة جدا. شوفوا هنا: عاجلا وآجلا، يعني حتى في القلب بتاعه هيكون عنده يعني مشكلة في القلب، زي ما قلت لكم هنا انتفاخ القلب، انتفاخ قلبه.
تتكلم عاجلا وآجلا مرتين، يعني الإنسان للكارما حتيجي عن عجلة إن شاء الله. ومكتوب لهم يعني مكتوب لهم ان الكرم ان الظلم ده حيرجع عليهم، فما تخافوش يعني اصبروا زي ما شفنا في الكتاب بتاعكم لقوله تعالى: يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. يعني زي ما ظلم اللي من قبلكم ظلمتم انتم كمان، حيكتب على الناس اللي ظلموكم كمان العذاب اللي حيحطوا عليهم ربنا سبحانه وتعالى. يولد ولم يكن له كفوا احد. استغفر الله. شوفوا هنا كلمة النحل، يعني أي صورة النحل. البعض منهم حيصاب بوخزة حشرة سامة حتجعل في المكان اللي وخزته فيه ورم زي السرطان أو حاجة زي كده. هيصاب كمان بالطاعون. هيصاب كمان بالوباء اللي هو دلوقتي وباء الكورونا، الوباء أهو كلمة الوباء. أهو تلهب شديد مؤلم جدا، يعني حيتعذب عذاب ولا عذاب الآخرة، يعني عذاب الآخرة وحده، العذاب اللي هنا يعني حيتمزق تمزيقا وهو حي. حيتعفن جسده زي ما قلت لكم العفونة والفساد، يعني حيتعفن الجسم بتاعه والجسد بتاعه. والله قلبي وجعني من الحاجات دي لحد ما يموت، يعني مش هيبرى منه حتى يموت. شهادة لكل مسلم، ككلمة أخيرة، شهادة لكل مسلم الكارما دي. إلى هنا وصلنا لاختيار الاختيار الثاني. هنمر للاختيار الأخير اللي هو بحجرة العقيق الكريم ده، العقيق الأزرق. نحطها هنا نشوف أولا الطاقة العامة بتاعتكم. هبطوا وحديهم أربعة، كانت تطرح أربعة عفوا. شوفوا هنا عزلة، وحدة كبيرة، انفصال، عدم استقرار في الحياة، مستقبل مبهم، وانتظار كارما، ظلم كبير عانيتوا به هنا أدى الحزن، يعني الظلم اللي ظلمتم به هنا أداكم يعني حطكم في عزلة ووحدة كبيرة جدا. حزنكم الكبير على الوحدة، على إنكم ما لقيتوش حد يساعدكم، شايفين نفسكم إنكم مقطوعين من شجرة، ما فيش حد واقف معاكم، فإنتم بتستغيثوا من ربنا لاختلال يعني الحالة اللي إنتم فيها دلوقتي، عدم استقرار، مستقبل مبهم، انفصالات، وكمان يعني عزلة كبيرة جدا. البعض منكم كمان مريض طريح الفراش من كسر الظلم اللي ظلم. يلا نبدأ بالاستخارة بتاعتكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. صدق الله العظيم.
البعض منكم يا إما هو عاوز يسافر يا إما هو في بلد آخر، زي ما نشوف هنا الكلمة الجملة الأولى فإنه يسافر سفرا بعيدا. يعني أنتم يعني يا إما ما عندكمش وثائق، يا إما في البلد اللي أنتم فيه دلوقتي، يا إما أنتم يعني ما عندكمش استقرار في الحياة بتاعكم. هنا أنتم مصابين بحزن، زي ما قلت لكم يصيب بحزن، فإنه يصيب بحزن. يعني أنتم يعني عندكم حزن شديد، والحزن ده جاء عن أثر حاجة عملت لكم من طرف امرأة بتغير منكم من الجمال بتاعكم، وغالبا علاقة ثلاثية الزوج بالزوج. في اسم صالح هنا، وخاصة اللي هي زوجها مسافر، زوجها مسافر. ممكن كمان البعض منكم مصاب بمرض شديد، يا إما سرطان يا إما حاجة زي كده، خاصة سرطان الثدي، وعندكم يعني أعداء كتير، بس عدو واحد هو اللي ينازع معاكم عدوا. وخاصة انتم متخاصمين دلوقتي مع الانسانة دي او الانسان ده اللي ظلمكم، خصومة، اهي كلمة خصومة هنا، انتم متخاصمين. وانتم في ضيق دلوقتي، في أزمة، عندكم أزمة، ربما أزمة مالية لوجود كلمة موضع ضيق هنا، انتم في موضع ضيق. عفوا، شوفوا هنا الإنسان ده بيتجوز امرأة، يتزوج امرأة ويستغلها ماديا، المال من جهة النسوة. يعني الإنسان ده بيطمع ويستفيد من الستات، يعني عنده علاقات مع الستات خاصة للاستفادة منهم، كطمع، طمع في فلوسهم والحاجات دي. البعض منكم يعني استغلكم الزوج أو الحبيب وأخذ فلوسكم وسافر، لأن يعني في كلمة هنا يسافر، وأول كلام يسافر سفرا بعيدا، يعني بياخد الحاجات منكم ويسيبكم ويروح. وهنا كلمة عريانة، يعني بدون ملابس، بدون أي حاجة، سلبتوا من كل حاجة من كانت عندكم، فلوس، بيت، رزق، مش عارفة أنا، يعني أخذ كل حاجة وسابكم وراه، وعمل بلوك، ومش عارفة أنتم مش عارفين حتى هو فين. لكلمة سفر، يسافر سفرا بعيدا، يعني راحوا مش عارفين حتى هو بيسكن فين دلوقتي. يعني أذلكم من كتر الخوف اللي يعني منه، أصبحتم يعني أذلاء وذلة وذلة، يعني أذلكم، زي ما قلت لكم، يعني أخذت حتى يعني ربما أخذ لكم منكم ورثكم أو المنزل بتاعكم، عزل من عن منزله، عزل عن منزله. غالبا انتم يعني بتعانوا من رجل عدو، يعني انتم الكارما دي بتستنوها، الظلم ده يرجع على رجل عدو، يعني معظمكم ستات هنا.
شوفي يعني هنا، من أطاع إبليس بهواه فإنه يبتلى بالنفس، يعني الحاجة اللي ظلمتم بيها الظالم ده ربنا حيبتليه بنفس الحاجة، لأن المال اللي أخده منكم هو مال حرام زي ما شوفوا هنا، بيعتبر دلوقتي مال حرام لأنه مال مسروق، مش أنتم اللي سرقتوه، هو اللي ما سرقه أصبح مال حرام عنده. شوفوا سبحان الله، زي ما قلت لكم أخذ منكم فلوسكم بعدين أرداكم أرضا وهرب. لوجود الكلمة الجملة دي، يضرب إبليس بالسيف ليهلكه ثم هرب، يعني أخذ منكم كل الحاجات اللي كان عاوزها بعدين سابكم كده جثة هامدة في الأرض وفز وراح. البعض منكم كمان طرد من العمل أو عنده مشاكل في العمل أو نزلت رتبته في العمل بسبب أعداء في العمل لوجود هنا، يعزلوا عن منصبه، يعني أخذ حقكم في العمل كمان. شوفوا سبحان الله، يعني بتكلم والجمل تخرج لوحديها. رجلا يقذف امرأته ويغويها، يعني الناس يعني انتوا عندكم سحر من انسان. شوفوا هنا، استنوا، مكر والخديعة وسحر والفرقة، يعني فيه الفرقة بين الزوجين، سحر التفريق هنا، شوفوا هنا والفرقة بين الزوجين، عمل لكم سحر التفريق هنا، في سحر التفريق يعني مؤكد. شوفوا هنا السحر ده، سحر التفريق عمل لكم في البحر، يعني رمي في البحر، المقيم بالبحر. في إنسان كمان رئيس عمل أو مدير شركة أذلكم للبعض منكم، يعني يعني تعامل معكم بحقد وبطريقة يعني مستبد. لوجود الجملة هنا، رجل يمنع الحقوق أربابها، البعض كمان مصاب بمرض في أعضائه، والبعض يعني عنده نوع من الإصابة بالخوف والفزع، يعني من الآدمي والجني، عندكم إحساس أن عندكم جن أو عندكم مس، يعني وعندكم حتى خفقان في القلب السريع، عندكم نوع من الخوف والرهبة بدون سبب. يعني والبعض منكم من الصحبة عمل لهم، يعني وقوع الصحبة من عدو عاقل من أقاربه، يعني السحر ده، الحاجات الظلم ده اللي عمل لكم، يعني واقع من الصحبة من الأصحاب الأصدقاء أو الأعداء، يعني اللي هم أصدقاء في الأعداء في وش صديق، وكمان من أعضاء من الأهل.
بس هنا ربنا بفرجكم بيقول يعني من إن كان مغموما فرج عنه، وإن كان مديونا وفي دينه، ومن رأى أنه مديون، من رأى يعني ان الانسان اللي عنده غم دلوقتي اللي اتكلمت عليه دلوقتي وعنده خوف رهيب وشديد بدون سبب كده، ربنا هيفرجها عليه ان شاء الله. شوفوا هنا الإنسان اللي ظلمكم، الرجل ده صفته، وهو رجل سفيه ظالم قاس قليل الرحمة. تتكرر، رجل سفيه ظالم قاس قليل الرحمة. انتهينا من الكارما بتاعتكم، هنشوف دلوقتي ايه هي نوع الكارما اللي هترجع على الانسان ده. هيصاب بالبرص أبرص بسبب قبح الفعل، أهو قبح الفعل. ويغير من حسن المنظر والجسم إلى قبح والمخبر والقلب، يعني حي من يعني حتى عنده هيحصل له نوع من تشويه من الجمال. هيحصل له كمان مرض في القلب، يعني ضخامة في القلب، وده مرض خطير جدا فوق كل إفساد، يعني كل ظلم عمل للإنسان ده، يعني عمله الإنسان ده. هيصاب بأمراض لا علاج لها، يعني هنا خاتمة الأمراض التي لا علاج لها، كالمطعون والمبطون والمجنوب والغريق. وموت المرأة يقتلها ولدها في بطنها، يعني البعض من الستات اللي هي ظلموك حتى ولو كانت حامل هتموت بالولادة، واللي هي حامل هتتوفى لحدوث تأزمات في عملية الحمل بتاعها.
فإن هذه بلايا من الله لا صنع للعبد فيها. يعني ربنا هو اللي حيرجع الظلم بتاع الإنسان اللي ظلمكم عليه بالطريقة دي، سواء كان رجل زي ما قلنا في السابق، وإذا كانت امرأة إذا كانت هتحمل فحيحصل لها يعني تعقدات في الحمل بتاعها، ويعني هتتوفى وهي حامل، لا هتفرح بمولودها ولا هيزيد عندها مولود، لأن هنا يعني الكارما هتيجي من عند ربنا لتدخله. فإن هذه بلايا من الله لا صنع للعبد فيها، يعني ربنا هو اللي هينتقم منه أو منها. نشوف مرة أخيرة استخارة أخرى. سبحان الله، وقعنا في نفس الكارما بتاعت الاختيارين الأخرين، حيصاب بالجدري، بحرق بالنار، بالجدري. من أول علامات رجوع الظلم على الظالم ده تشقق في أظافر الأصابع، أصابع يده، مش هيلقى ليها يعني علاج. هتكون عنده نقص في الشهية، يعني بداية الكارما دي، يعني بداية المرض، نقص في الشهية، تشقق الأظافر، هيصاب بالحرق بالنار. استغفر الله، عفوا. كمان هيحصل له سرطان في الدم، يعني هنا أو الدم. ده كل اللي ظهر لنا النهاردة. أرجو إن الاستخارة دي عجبتكم، وما تنسونش يا جماعة الخير بمساعدة القناة في استرجاع المشتركين بتوعها للقناة التي سرقت، باشتراككم أنتم كمان من فضلكم، وعمل اللايكات، اكثروا من اللايكات والتعليقات من فضلكم، وقولوا لنا المواضيع اللي بتهمكم عشان نعمل لكم فيديوهات في المستقبل إن شاء الله. شكرا لإصغائكم، وإلى الملتقى، مع السلامة.